لما بيفوزوا الناس بشوي بمر هيك لحظات طريفه حنشوف. الله انا ما شفت التقرير. الله يجعل يعني كلامنا خفيف عليهم لانه مدير رضوان احيانا بأوفر شوي. خلينا نشوف. ماما أي بابا يا دكتور حزين هذاك اللي آدم كافيار يا سلام عليك. هذا طلع كافيار ما هنيك ما بدنا هنيك بدنا يا حاله على جنب. ما في عندك بسكوت صغيرة عميني كافيار. بعرف ليش متوصي فيني هلا بركة بربح أنا طبعا لا تأخذهم معك هدون يا سلام بابا يا مستعجلين بالبصرة شو الأكل الطيبة تبعكم؟ دولمة؟ البصرة المزقوف السمك العراق كله مزقوف الهيدروفوبيا هيك الهيدروفوبيا أنا فكرت هيدروليك ولا شو؟ لا بالله كيف عرفت هاي هيدروفوبيا؟ هي الخوف من الماء هي الخوف من الماء. أنت كنت عارفان؟ وكلاستروفوبيا شو؟ هلا يعني بعرفها هلا ما بعرفها هاي. إيش معنى عرفت هيدروفوبيا؟ لأن هذيك سامع من قبل سامعان فيها دخيلها الشوارب أنا. حبيبي طيب هلال أبي ولا مرخابي؟ لا هلالي شيل هلالي ماله هلال أبي ما تعيش ما دخلني هلال ولا مريخ؟ لا مريخ دلوقتي أخوان أنا ravi de vous rencontrer. Nice to meet you. والله nice. Au revoir. تحكي عربي؟ بحكي فرنجي العاد عربي بحكي. طيب طب انا بزغلط لك يلا لي 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 اسوأ زغروطة في العالم يلا لي 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 ايوه زغروطي احسن من من يا مانا محمد الاغا محمد الاغا اي واحد تتوقع قاعد يقدم على راس السنة؟ انا اقول مصطفى احمد لانه انت بس تربح المليون دولار حيكون عيلتك واهلك والناس اللي بتحبهم وحيطلع لك قرايبين من حيث لا تدري وحيطلع لك اصحاب ما تذكروك من انت وقت كنت طفل كلهم هدول معلش حيكون معك فلوس وتفت عملي والله بعرسي انا ما لبست ليك